السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم إن شاء الله سأريكم كيف تصنعون كريم طبيعي مصنوع من زبدة الشيا لعلاج التجاعيد بنسبة 90% والخطوط الرقيقة المتواجدة على البشرة والحصول على بشرة ناضرة وصحية. جاءتني الكثير من التساؤلات عن اللون الأصلي لزبدة الشيا، وبحثت في الموضوع فوجدت بأن زبدة الشيا تأتي على لونين كما تلاحظون، اللون الأصفر واللون الأبيض. والسبب في هذا راجع للمنطقة المستخرجة منها زبدة الشيا. زبدة الشيا معروف أنها تأتي من إفريقيا مثل غانا ونيجيريا، فلون زبدة الشيا تختلف من منطقة لمنطقة، ولكن إذا كانت الرائحة نفسها فلا خوف من استعمالها، فهي لها نفس الفوائد. مقادير الوصفة، سوف نحتاج إلى علبة كاملة من زبدة الشيا. أنا أستعمل أو أفضل زبدة الشيا التي تأتي على اللون الأبيض، ملمسها رطب جدا باختلاف الصفراء، ولكن كما قلت فوائد لها نفس الفوائد. نحتاج إلى ملعقة كبيرة من زيت الأرغان، نحتاج إلى ملعقة كبيرة من زيت الجوجوبا، نحتاج إلى ملعقة كبيرة من زيت الزيتون النقي، وملعقة كبيرة من زيت جوز الهند، 4 إلى 5 كبسولات من الفيتامين إيه، ونحتاج إلى 3 نقاط من زيت شجرة الشاي، ونقطتين إلى 3 نقاط من زيت اللافندر أو زيت الخزامة، ونحتاج إلى خلاط كهربائي. يلا بسم الله، سوف نقوم بأخذ علبة كاملة من زبدة الشيا. لقد تحدثت في فيديو سابق عن فوائد زبدة الشيا العظيمة، فهي مكافحة ضد تجاعيد البشرة، وكذلك تساعد من تخفيف تشققات الناتجة عن الحمل أو زيادة الوزن، ولها العديد من الفوائد. سوف أضع الرابط فوق هذا الفيديو إذا أردتم أن تعرفوا فوائد زبدة الشيا. نضيف ملعقة كبيرة من زيت الأرغان، وزيت الأرغان قد استخدم من العديد من المشاهير على مستوى العالم للعناية بالبشرة نظرا لفوائده الجمالية والصحية العديدة، كما أنه يحتوي على نسبة كبيرة من الفيتامين أ، ويحتوي كذلك بنسبة 80% على الأحماض الدهنية الغير مشبعة، مما يجعله أفضل مرطب طبيعي للبشرة والشعر، كما أنه يكافح ضد الشيخوخة والخطوط الرقيقة والتجاعيد، ويحمي كذلك البشرة من تعرض لأشعة الشمس. بعد ذلك سنحتاج إلى ملعقة كبيرة من زيت الجوجوبا، زيت الجوجوبا كذلك من أفضل الزيوت المرطبة للشعر والبشرة، ويحافظ على نعومة البشرة، ويدخل في العديد من مستحضرات التجميل، كما أنه فعال في التقليل من ظهور تجاعيد البشرة لاحتوائه كذلك على نسبة عالية من الفيتامين أ. والاستخدام المتكرر لزيت الجوجوبا يساعد على التخلص من الخطوط الدقيقة والتجاعيد، كما أنه فعال لعلاج حب الشباب والبثور والرؤوس السوداء. بعد ذلك سوف نحتاج إلى زيت
جوز الهند. زيت الجوز الهند كذلك معالج ضد البطون الناتجة عن حب الشباب لاحتوائه على مادة تحارب البكتيريا وتمنع كذلك من ظهور الحبوب والرؤوس السوداء. كما يعتبر أيضا مرطب للبشرة ويحتوي على خصائص لتفتيح البشرة، يحمي كذلك من الشيخوخة المبكرة. أوكي، سوف نحتاج إلى ملعقة كبيرة من زيت الزيتون النقي الغني عن التعريف والذي يعتبر كذلك مرطب للبشرة. وسوف نحتاج إلى 4 كبسولات من الفيتامين أ، يمكن إضافة المزيد. الفيتامين أ من أهم الفيتامينات للعناية بالبشرة والحصول على بشرة نضرة وصحية وجذابة. كما يحمي من الأشعة فوق البنفسجية والتلوثات البيئية والمواد الأخرى التي تسبب تلف للبشرة. نأخذ فقط هذا الجيل أو السائل المتواجد في الكبسولات. يباع كذلك سائل الفيتامين أ إذا فضلتي أن تشتري السائل فهو له نفس المفعول. كما أن الفيتامين أ كذلك مضاد يحارب علامات تقدم في السن، فيمكن إضافة الكبسولات الفيتامين أ لأي كريم تستعملينه. بعد ذلك نضيف 3 نقاط من زيت شجرة الشاي. أحب رائحة شجرة الشاي جدا، وشجرة الشاي هو مكافح ضد حب الشباب لأنه يحتوي على مواد طبيعية مضادة للبكتيريا. ونحتاج إلى زيت اللافندر. زيت اللافندر كذلك مقاوم ضد التجاعيد المبكرة ومرطب للبشرة ويعمل على تجديد خلايا البشرة. فقط ملحوظة، إذا كنت حامل لا يجب استعمال هذه الزيوت، يجب استشارة الطبيب مسبقا. وأخيرا نقوم بخلط جميع هذه المكونات بالخلاط الكهربائي. بسم الله. وهذا هو الشكل النهائي. ونضعه في أي علبة.
الآن قد نكون حصلنا على كريم طبيعي 100% ضد التجاعيد من صنع يديك وخالي من أي مواد كيماوية ولا يقدر بثمن. وهذا الكريم أيضا مضاد لأشعة الشمس. فقط لأريكم شكلها النهائي، يكون على هذا الشكل ويدوب بسرعة على البشرة. يمكن استعماله ككريم نهار وكريم ليل أيضا. أتمنى أن تجربوه وسوف يعطيكم نتيجة في شهرين إن شاء الله، سوف تلاحظون الفرق فرقا هائل. أتمنى أن تجربوه وأن تشاركوني بالنتيجة. إذا عندكم أي استفسار اتركوا تعليق، ولا تنسوا الاشتراك بالقناة لكي تدعموها وتوزعوا الفيديو على الأصحاب والأقارب لكي تعموا الفائدة. وإلى فيديو قادم بحول الله، إلى اللقاء.